في عالم الطبيعة القاسي حيث البقاء للأقوى، لا تملك الكائنات الحية خياراً سوى التكيف أو الفناء. وبينما استغرق البشر آلاف السنين لتطوير الاستراتيجيات العسكرية وأدوات الصيد المعقدة، طورت الطبيعة أساليب مميتة لا مثيل لها. من التخفي الذكي إلى الفخاخ المحكمة والهجمات المباغتة، نجد أن بعض الحيوانات تعتمد على تكتيكات تفوق أذكى استراتيجيات الحروب. في هذا الفيديو سنستعرض أغرب وأشد استراتيجيات الصيد التي طورتها الكائنات الحية عبر ملايين السنين من التطور. هذه المهارات الفريدة تجعل بعض الحيوانات مفترسات لا ترحم، تتبع أساليب مذهلة تتحدى المنطق البشري. استعدوا لاكتشاف عالم من الذكاء الفطري والتخطيط الدقيق الذي يجعل هذه الحيوانات أساتذة في فنون البقاء. في عالم الحشرات، قد لا يكون الحجم هو العامل الحاسم في البقاء، ولكن الذكاء والدهاء يلعبان دوراً رئيسياً. أسد النمل هو يرقة مفترسة تنتمي إلى فصيلة ميرميليون، وتعتبر واحدة من أذكى الصيادين في عالم الحشرات. تبدأ هذه اليرقة ببناء مصيدة على شكل حفرة مخروطية في الرمال، حيث تحفرها بدقة باستخدام جسمها كأداة للحفر. تصميم الحفرة يجعل من المستحيل على أي فريسة تسقط فيها أن تتمكن من الخروج. وحين تقترب نملة أو حشرة صغيرة من الحافة، تفقد توازنها بسبب الرمال المتحركة وتسقط مباشرة نحو مركز الفخ. هنا ينتظرها أسد النمل الذي يبدأ على الفور في قذف الرمال عليها لمنعها من التشبث بالجدران. بمجرد أن تصبح الفريسة في متناوله، يغرز أسد النمل أنيابه الحادة فيها ليحقنها بإنزيمات هاضمة تعمل على إذابة أعضائها الداخلية وتحويلها إلى سائل مغذ. هذه الطريقة الفريدة للصيد تجعل أسد النمل مفترساً فعالاً وقاتلاً رغم حجمه الصغير. لا يخلو عالم الحشرات من المفترسات المخيفة، لكن الدبور اللماع يتربع على القمة بأسلوبه الصادم في الصيد، حيث يستخدم استراتيجية مرعبة لتحويل فريسته إلى حاضنة حية لصغاره. عندما يعثر الدبور على صرصار مناسب، يهاجمه بسرعة مستخدماً لدغاته الدقيقة. اللدغة الأولى تصيب الجهاز العصبي للصرصار، مما يجعله غير قادر على المقاومة، بينما اللدغة الثانية تشل حركته تماماً دون أن تقتله. بعد ذلك يمسك الدبور قرون استشعار الصرصار، وكأنه يتحكم فيه عن بعد، ثم يسحبه إلى جحره. داخل الجحر يضع الدبور بيضه داخل جسم الصرصار ويغلق عليه مدخل الجحر، تاركاً الضحية لتعيش في كابوس لا ينتهي. عندما تفقس اليرقات، تبدأ في التهام الصرصار من الداخل، بينما لا يزال على قيد الحياة متغذية عليه ببطء حتى تنضج بالكامل. هذه الطريقة تجعل الدبور اللماع واحداً من أكثر المفترسات قسوة في الطبيعة. من بين جميع العناكب المفترسة، يعد عنكبوت الباب المصيدة أحد أذكى الصيادين. يعيش هذا العنكبوت في المناطق الاستوائية، حيث يحفر جحراً مخروطي الشكل ويبطنه بخيوطه الحريرية ليصبح بمثابة كمين قاتل للفريسة غير الحذرة. لكن الجزء الأكثر إثارة هو أن العنكبوت لا يترك جحره مكشوفاً، بل يصمم غطاءً محكماً يندمج تماماً مع البيئة المحيطة. عندما تمر فريسة بالقرب من الجحر، تلتقط الخيوط الحساسة أدنى اهتزاز، ما يدفع العنكبوت إلى تنفيذ هجوم مباغت. يفتح باب الجحر في جزء من الثانية، ينقض على الفريسة، ثم يسحبها بسرعة خاطفة إلى الداخل، حيث يحقنها باسم قوي يشل حركتها تماماً قبل أن يبدأ في التهامها. يعد البق القاتل من بين الحشرات الأكثر شراسة، حيث يعتمد على تكتيك الهجوم المباشر والإجهاز السريع على فريسته. عندما يعثر البق القاتل على ضحيته، سواء كانت نملة أو نحلة أو حتى نوعاً آخر من البق، فإنه يستخدم خرطومه الحاد لحقنها بإنزيمات قاتلة تعمل على تحليل الأنسجة الداخلية وتحويلها إلى سائل مغذ، مما يسمح له بامتصاصها بسهولة. لكن الجزء الأكثر غرابة في استراتيجيته هو استخدامه لأجساد ضحاياه الميتة كدرع وقائي. بعد الانتهاء من وجبته، يقوم البق القاتل بتكديس الجثث على ظهره، مما يمنحه حماية إضافية ضد المفترسات الأخرى، ليصبح وحشاً حقيقياً في عالم الحشرات. رغم أن الفراشات تعرف بأنها مخلوقات رقيقة، إلا أن بعض أنواعها تمتلك يرقات مفترسة تتغذى على الحشرات الأخرى. في جزر هاواي تعيش يرقات فراشات طورت سلوكاً صادماً، حيث تقوم بصيد الحشرات وافتراسها.
تتحرك هذه اليرقات ببطء، لكنها تمتلك قدرة مذهلة على التمويه، مما يساعدها على الاندماج مع الأغصان والنباتات. وعندما تقترب حشرة صغيرة منها تنقض عليها بسرعة مباغتة، فتفتح فكيها القويين لتسحب الضحية إلى الداخل وتبدأ في التهامها. تثير هذه الفراشات آكلة اللحوم تساؤلات علمية كثيرة، حيث لا تزال الأبحاث مستمرة لفهم كيف تطورت هذه السلوكيات الفريدة في نوع يفترض أنه نباتي. إن عالم الحيوانات مليء بالمفاجآت والأساليب المذهلة للصيد والدفاع عن النفس. تكتيكات هذه الكائنات تظهر مدى تعقيد الطبيعة وتطورها الدائم، بعضها يعتمد على الفخاخ المحكمة، وبعضها الآخر يستخدم التخفي، في حين تفضل بعض الأنواع الهجوم المباشر. أي من هذه الحيوانات وجدته الأكثر إثارة؟ وهل سمعت من قبل عن استراتيجيات صيد أغرب من هذه؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد عن أسرار عالم الحيوانات المذهل.